هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وكل طلاب سنه خمسه ابتدائي مكملين مع بعض منهج كونكت 5 الترم الاول للصف الخامس الابتدائي 2024 من كتاب المعاصر. وصلت معاكم النهارده ليونت 2 لسن 2. هنقرا مع بعض كلمات درسنا، وهنقرا الدرس هنفصصه حته حته، وهنشرح الجرامر، وهنحل كل تدريبات كتاب المعاصر ان شاء الله. تعالوا كده يلا نبدأ ونفتح كتاب المعاصر مع بعض على بيج 73، ويلا بينا. بس يا ريت ما ننساش اللايك للفيديو. يلا أول حاجة بسم الله هنقرأ أول كلمة معانا، وهي رياضة التايكوندو. التايكوندو بالإنجليش اسمها تايكواندو. تايكواندو تايكواندو. تنس الطاولة، الطاولة اعتبروها ترابيزة تيبل، والتنس تيبل تنس. تنس الطاولة تيبل تنس. الرسم يعني drawing drawing. طيب قصيدة بقى، تعالوا نقسمها. هي أربع حروف P و O PO، والإي هننطقها بصوت الأ، وبصوا كده تعالوا ننطقها poem 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 poem، قصيدة. طيب فريق يعني إيه؟ فريق اسمه team تيم. لعبة الشطرنج السي والاتش فيها بنطقها بصوت الايه؟ تشا تشا تشس تشس. شطرنج تشس. كرة اليد هاند معناها يد، وبول كرة. هاند بول كرة اليد. وما تنساش الايه لما بيجي بعدها دبل ال بننطقها كأنها او. طيب فرنش اللغة الفرنسية. فرنش فرنش تمام. يلا تعالوا بقى نشوف مجموعة أفعال كده جديدة هنضيفها في مخنا اللي هو حصالة. يلا بينا. أول فعل معانا هو كلايم، يتسلق. وما ننساش البي هنا سايلنت مش بننطقها، والسي بنطقها بصوت حرف الكي. الماضي منها بقى كلايمد، ضفت لها الاي والدي. كلايم كلايمد. طيب جامب يقفز، الماضي منها جامبت. تايدي ينظم او يرتب، والماضي منها تايدد. الواي بقت اي وضفت الاي والدي. براكتس يتدرب، والسي بنطقها بصوت حرف الكي الاولى، السي الاولى. براكتس براكتس. تعالوا نشوف بقى الافعال اللي ما بتسمعش الكلام. سبيك يتحدث، الماضي منها سبوك. رايت يكتب، وخلي بالك ان الدبليو سايلنت مش بننطقها، والماضي منها روت. ميك يصنع، والماضي ميد. درو يرسم، والماضي درو رسم. يلا نشوف اهم التعبيرات. يعني ايه نقول بيمشي عبر الصحراء؟ يعني across the desert. خلي بالك ان الاس هنا بننطقها زد علشان بين حرفين متحركين. cross the desert. يعني ايه يكون لعب الصور المتقاطعة؟ يعني دو جيك ساوز. يمارس لعبة الكاراتيه، دو هنا معناها يمارس، وكاراتيه بننطقها كيراتي كيراتي كيراتي. لما اقولك بنفسك انت بتعمل الحاجة دي بنفسك انت، يبقى on your own. يحل مسائل دراسية، دو math دو ماس. بصوا الفعل هو هو بس اتغير حسب الجملة. تعالوا بقى نبدأ كده نحل علشان نتأكد ان احنا فهمنا الجزء ده. يلا بينا في سؤال تشوز ده، احنا لسه في بيج 73. اول سؤال معانا هو مونكيز كان، القرود، جمع القرد مونكيز كان. القرود بتقدر، بتقدر ايه بقى؟ تريز الاشجار ايزلي بسهولة، بتقدر ايه؟ تتسلق، يبقى كلايم. طيب نمبر 2 بقى، ها كاملز الجمال ليف بتعيش ان، بتعيش فين؟ ان ذا ايه؟ هي الجمال بتعيش فين؟ في الديزرت في الصحراء. الجمل مرتبط قوي بالبيئه الصحراويه. طيب رقم 3، ايه هي از ماي فيفرت سبورت، رياضتي المفضله. اكيد طالما قال سبورت يبقى انا هدور في الاختيارات على رياضه، تمام؟ مش معقولة هيبقى كاتب سبورت وهقول له لغة مثلا، لا، فانا هقول التايكواندو.
طيب رقم 4 الانجليش اند ايه اللغة الانجليزية وايه are my favorite languages languages اللغات المفضلة عندي فانا اكيد هدور على لغة فانا لقيت الفرنش اللغة الفرنسية طيب يلا بينا على رقم 5 I like انا احب ايه بقى pictures صور ايه of animals انا بحب الرسم الصور للحيوانات يبقى drawing تعالوا نشوف بقى كده page 74 يلا بينا مع بعض هنشوف هنا جزء listening وreading ويلا نقراه مع بعض وهنمشي بقى كده بالقلم كلمة كلمة أول حاجة هاي I am داليا أهلا أنا داليا تعالوا نشوف بقى داليا هتقول لنا إيه I am دي اختصار ل I am أنا أكون good at جيدة أو شاطرة في playing football لعب كرة القدم and و making cakes وعمل الكيك I am bad at وأنا سيئة في لعب الهاند بول رياضة كرة اليد آسر is my brother آسر أخويا he's دي اختصار له is هو يكون good at شاطر في playing tennis في لعب التنس but لكن he's bad هو سيء at helping me في مساعدتي in the kitchen في المطبخ تمام طيب تعالوا هنا كمان نشوف my sister اختي my sister's name اسم اختي السلمة she's good at doing هي شطرة في ايه في doing math في حل المسائل الحساب she's bad at tidying her room هي سيئة في خلاص ما نتكلم طب ليه بتتكلم انا كملت طب مش هينفع ما انت غبي اقسم بالله غبي بدأ طب ما تجيبها لي من هنا لا من هنا لا والله غبي لا هو برضه ايه طب انت ليه غبي يعني كده طب يعني انا بقول لك من هنا هتجيبها لي هنا طب هنا عايز ايه وخليتني اقطع ليه ما انا عايز اكمل يا نهار اسود ينفع شكل الكتاب طب ما هعمل ايه فيه حتى لما تيجي تصور صور تاني انت قفلت الفيديو خالص لا هاي تحط حط حطه اكمله حط يا ابني انا في معركه بس لازم اكمل ايه انت ما غبائك خضني غبائك بجد خضني عايز ايه قلت صدق my sister's name is سلمى اسم اختي سلمى she's good at doing هي شطرة في ممارسة الماس او حل المسائل الحسابية she is bad وهي سيئة at tidying her room في توضيب غرفتها او في ترتيب غرفتها تعالوا تشوف ازاي نقدر نتكلم عن حاجة احنا شاطرين فيها او حاجة احنا مش شاطرين قوي فيها يلا نشوف بصوا كده يا ولاد لما اقول هنا bad يعني سيء وgood يعني جيد وgreat يعني رائع بقى يعني فوق الجيد خلي بالكو الصفات دي كلها بيجي بعدها حرف جر واحد بس وهو at وبيكون معناه سيء في bad at او جيد في good at او رائع في great at وبيجي بعدهم الفعل في i و n و g او اسم عادي خالص تمام يعني لو انا قلت هدى مثلا شاطرة في لعب التنس هقول هدى is good at playing tennis لو انا عايز اقول انا سيء في حل الصور مثلا او في السباحة هقول ايه I'm bad at basketball او at swimming تمام طيب تعالوا بقى نشوف في كده نوت صغيرة عايز اقولها لكم الفعل الفعل لما اضيف له i و n و g يا ولاد بس يكون اخره ايه يكون اخره ايه اعمل ايه يعني لو الفعل رايت كده اضيف له اي ان جي لا الاي بقى فيها مشكله مع حرف الاي مع الاي والان والجي بيتخانقوا مع بعض يعني لو الفعل رايت اهو جيت ضفت له الاي والان والجي مش هتلاقوا خالص حرف الاي وكمان براكتس لو ضفت لها الاي والان والجي مش هنلاقي حرف الاي
تمام؟ يبقى الفعل المضارع الفعل العادي لما يكون اخره حرف الاي، لما اجي اضيف له اي وان وجي لا بحذف حرف الاي خالص. طيب هتقولوا لي طيب ما هي سي اخرها اهو حرف الاي، ليه ما حذفتوش؟ بصوا بقى، لان حرف الاي هنا، حرف الاي هنا نطقته، لكن هنا ما كانش ليه صوت. براكتس، سمعنا صوت حرف الاي؟ لا. رايت، ما سمعناش برضو صوت حرف الاي. طب بصوا هنا سي، يبقى حرف الاي هنا لو شلته هيأثر في النطق. المهم ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي كلها، بس انتوا مش عليكم قوي ان انتوا تفهموا الطريقه نفسها. المهم بس انتوا تعرفوا الشكل، لما انتوا تيجوا تزودوا هنا سويم يعوم، سويمنج السباحه، اهي ضاعف حرف الام. ليه؟ علشان حرف الام ده الحرف الاخير من الفعل، لما يجي قبله حرف من الحروف المتحركه بكرر الحرف الاخراني دوت مره تانية. طيب ايه هي الحروف المتحركه؟ خمس حروف، الاو والاي 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 واليو. طيب تعالوا يلا بينا بقى نروح على بيج 75 وتعالوا نكمل علشان نفهم اكتر. تعالوا كده نعرف ازاي نتكلم عن الرياضات المفضله. هنا ده ديالوج كده بين شخصين، الشخص الاول اسمه ايه والشخص الثاني اسمه بي، وبيبدا يساله which are، which يعني ايه، which يعني انهي، انا بخيره بين كذا حاجه، which دي معناها اي، معناها انهي، للاختيار بين الاشياء. which are your favorite sports، اي من الالعاب او الرياضات المفضله to do، ان انت تمارسها on your own بنفسك. طيب تعالوا نشوف كده هيرد وهيقول له I like، انا احب playing، لعب السكواش on my own، بحب لعب رياضة السكواش بنفسي. طيب لو سأله قال له which are your favorite sports، ايه هي الرياضات المفضلة to do ليك with others، مع الاخرين or in a team، او في فريق، هيقول له I like playing football in a team، انا بحب لعب كرة القدم في فريق. كمان لو سألنا وقلنا which are your favorite sports، الرياضات المفضلة ليك to watch، لتشاهدها on TV على التلفزيون، هنقول swimming، رياضة السباحة is my favorite sport، هي رياضتي المفضلة to watch on TV، للمشاهدة على التلفزيون. يلا بينا نحل الأسئلة علشان نتأكد ان احنا فهمنا. يلا ده سؤال تشوز، واول حاجة they can't paint، هما مش بيقدروا paint يدهنوا the living room، غرفة المعيشة. they are، their دي اختصار ل they are، هما بيكونوا really فعلا bad at، سيئين في، مش شاطرين في ايه بقى؟ بعد bad at لازم يجي الفعل في ايه؟ I وان وجي، لازم، يبقى هدور على طول على painting. طب يلا نشوف رقم 2، my friend، صديقي، is great at، صديقي رائع في الايه؟ great at، لازم يجي بعدها فعل في اي وان وجي، يبقى playing على طول. يلا نشوف رقم 3، my sister، اختي، is good، ايه بقى art؟ art دي الفن الرسم، ما احنا قلنا ان good at او bad at او great at بيجي بعدهم في فعل في اي وان وجي او اسم، وهنا art اسم، فانا اختار good at. يلا نشوف رقم 4، camels، الجمال، are، بتكون ايه بقى؟ at walking، في المشي، across the desert، عبر الصحراء. الجمال بتكون ها جيدة في المشي عبر الصحراء، good at، ربنا خلقها تقدر تتكيف في المشي على الرمال، لان ارجلها ربنا عملها ارجل مسطحة بتقدر تمشي على الرمال. طيب رقم 5، ايه بقى are your favorite sports، رياضاتك المفضلة. طيب لو انا بسأل عن الرياضات المفضلة فانا هسألك انهي رياضات مفضلة ليك، كلمة انهي او كلمة اي ديت هي which، معناها اي، بسأل بيها للاختيار عن الاشياء.
طيب رقم 6 نهى is great at. نهى رائعة في ايه بقى؟ خلي بالكو هنا good great at هيجي بعدها يا اما اسم يا اما فعل في اي وان وجي. فتعالوا ندور. لقينا اسم اهو squash. طيب رقم 7 بقى my uncle عمي. عمي ايه؟ good at sailing. شاطر في الابحار. فانا هقول عمي يكون لان هنا فاعل my uncle فاعل وبياخد الفعل is يكون. يلا نشوف رقم 8 وهنا هيسأل وبيقول له ايه is your favorite sport to do in a team والرد كان football. فهنا بيبدأ يسأله برضو which. خلي بالكو which دي اداة استفهام زي ما قلت لكم اهي. تعالوا نتعرف اكتر عليها. بصوا اهي which معناها اي. which معناها اي والاتش سايلنت مش بنطقها والدبليو بنطقها بصوت حرف الوا. which اي للاختيار بين الاشياء. طيب تعالوا كده نروح بقى لبيج 76 كده ونقرا مع بعض جزء الماس ونشرحه مع بعض. هنا بيقول لي ايه؟ انا هشرح هنا الادنج والسبتراكتنج ديسيملز، جمع وطرح الاعداد العشريه. ازاي ان انا اقدر اجمع واطرح عدد عشري؟ تعالوا نشوف مع بعض. بصوا كده طريقه سهله خالص زي الطريقه العاديه خالص. بصوا يا اولاد هنعمل ايه؟ اول حاجه هي نعمل كده كذا ستيبس، كذا خطوه، تمام؟ يلا بينا. اول خطوه معانا تمام هنا العدد اهو 3.13 بلس هنا هيجمع 5.49 هيعمل ايه؟ بصوا هنحطهم عمودي كده علشان يبقى سهل علينا ان احنا نجمعهم. وهنبدا نعمل ايه بقى؟ بصوا كده اول حاجه اهو هنجمع هنا احنا حطينا الايه خانه اليونتس تحت خانه اليونتس وخانة التنز تحت خانة التنز، تمام؟ طيب هعمل ايه؟ اول حاجة هبدأ، بصوا هبدأ اجمع او اطرح من اول هنا من اليمين هنا، تمام؟ من الايه من اليمين من الارقام اللي قبل العلامة. هقول تعالوا نشوف كده 3 plus 9 equal what؟ equal 12. يبقى هنكتب التو، تمام؟ اهي 12 اهي، هنكتب التو ونخلي الوان نحطها هنا 1 plus 1 equal 2 2 plus 4 equal 6 تمام؟ وأحط العلامة برضو هنا العشرية أهي وأبدأ أجمع 3 plus 5 equal 8 بس كده، تمام؟ تعالوا نشوف إزاي بقى نعمل subtracting، إزاي نعمل طرح. يلا بينا برضو هنعمل نفس الخطوات بس هنا كان 8.6 وهنطرح منه minus 6.51. فهنا في علامة في رقم واحد ديجيت واحد قبل العلامة، فهعمل ايه؟ هضيف له زيرو يعني بدل 6 هتبقى 60، تمام؟ خلاص؟ طيب وهبدأ بقى ان انا اطرح اعمل ايه؟ هطرح برضو هطرح من اليمين من هنا، ماشي؟ مش بطرح من العدد الصحيح. هقول الزيرو ينفع اطرح من 1؟ فلا، هعمل ايه؟ هستلف من ال 6 هنا هستلف منها 1 وهتبقى ايه لما انا طرحت منها 1 خلاص هي بقت 5 والزيرو بقى 10. طب يلا ال1 من ال10 9 وال5 من ال5 0 وال6 من ال8 2 تمام بس كده. تعالوا نشوف بقى هنا. بصوا هو هيبدا يديني بقى مسائل كلاميه. تعالوا نشوف كده مثلا بيقول لي if one tree is a شجره واحده is لو طولها 3,459 meters طولها and another tree وشجرة تانية طولها 2,753 meters tall what is the difference in height between both trees what is the difference يا ولاد يعني ما الاختلاف في الطول بينهم في الارتفاع بين الشجرتين اعمل ايه؟ هيقول لي كده فانا هقول مين اللي هو مين الرقم الاكبر فين الرقم الاكبر الطول الاكبر انهي طبعا اللي هو في الخانه الساوزند في خانه الالاف اللي هي 3 تمام يبقى ده الرقم الاكبر هو ده اللي هكتبه فوق هنا طيب والرقم السمولر الاصغر منه هكتبه تحته وابدا اعمل عمليه سبتراكتنج عاديه خالص واطرح ويلا بينا 3 minus 9 equal 6 5 minus 5 equal 0 ها 7 minus 4 equal what مش هتنفع
فهعمل ايه؟ هستلف من العدد 3 دوت وهيبقى 2، هقلله وهستلف منه 1 وهتبقى هنا 14. 7 minus 14 7 و 2 minus 2 0. يبقى الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 0.706. اوكي؟ طيب تعالوا نشوف المسألة التانية. بتقول لي جيهان رانز، جيهان بتجري 3567 كيلومترز on Sunday يوم الحد and 5258 كيلومتر on Tuesday يوم الثلاث. What is ماذا the total؟ total يعني الكلي، distance المسافة الكلية ذات جيهان ران اللي جريتها جيهان. طالما قال لك total total يبقى على طول عملية adding، لكن لو قال لك difference يبقى عملية subtracting طرح. تمام؟ طيب تعالوا نعمل adding. هنعمل ايه؟ هنحط ال numbers ال two numbers العددين عادي اهم، بس هنحطهم تحت بعض كده كل رقم تحت الرقم التاني علشان يسهل علينا، ونبدأ نعمل بقى جمع عادي. 7 plus 8 equal what؟ equal 15. اكتب ال 5 واحط ال 1 هنا. 1 plus 6 equal 7. 7 plus 5 equal 12. 2 واحط ال 1 هنا. 1 plus 5 equal 6. 6 plus 2 equal 8. واجمع بقى ال 3 plus 5 equal 8. تمام؟ بس كده. تعالوا نحل برضو سؤال تاني هنا، وبيقول لي circle the correct answers، يعني حط دايرة عند الإجابة الصح. تعالوا نشوف الإجابة الصح ايه. بيقول لي number 1 تمام 7,983 plus 5,432 تمام. بيقول لي العددين دول بقى equal الرقم ده ولا الرقم ده؟ تعالوا نجمعهم ونشوف. يلا بينا. ها ال 2 plus 3 equal 5 تمام، هنكتب كده. طيب وال 3 plus 8 3 plus 8 equal 11، نكتب 1 ونخلي ال 1 التانية هنا. 1 plus 4 equal 5 5 plus 9 equal 14، يبقى اكتب 4 واخلي ال 1 هنا تمام. ها 1 plus 5 واحط العلامة ال point. 1 plus 5 equal 6 6 plus 7 equal 13، يبقى الناتج اهو equal ده. فهي دي الريزلت، دي النتيجة الصح اللي عندي. تمام؟ يلا نحل رقم 2. رقم 2 بيقول لي اهو العدد ده مع العدد ده، هنجمعه. تعالوا بقى نعمله كده عمودي عشان تبقوا عارفين. ها 4 plus 6 equal 10 0، واحط ال 1 هنا. 1 plus 9 equal 10 10 plus 7 equal ايه؟ 17، احط ال 1 على العدد الثاني. 1 plus 8 equal 9 9 plus 0 equal 9 اهو، يبقى لحد كده دي صح. بعد الثلاث ارقام اهو، بعد الثلاث ارقام شفت بوينت هنا وبوينت هنا علامة، يبقى انا احط العلامة اهي برضو وابدأ اجمع بقى تاني. ال 8 plus 9 17، يبقى دي الاجابة الصح. طيب يلا بينا. هنا بيقول لي بقى في السؤال التاني ده find the result، اوجد الإجابة. يلا نحل مع بعض. ها بصوا كده، احنا عندنا هنا number و number، بس الديجيتس لو جينا نعد الأرقام هنلاقي ايه؟ احنا اتفقنا ان احنا هنعمل عمودي علشان يسهل علينا. 23 وبعديها point علامة تمام، وتحت كان 6 و point 38 وهنا كان 23 و point 7 بس. طيب علشان اجمع عدد زي ده فانا محتاجة اعمل ايه؟ احط زيرو جنب العدد الواحد الديجيت الواحد ده جنب الرقم ده علشان اخلي قبل العلامة رقمين زي الرقمين اللي قبل العلامة في العدد التاني، وابدأ اجمع. 0 plus 8 equal 8 7 plus 3 equal 10. اعمل ايه؟ احط الزيرو ها والعلامة واحط الوان هنا. 1 plus 3 equal 4 4 plus 6 equal 10، حط الزيرو واعمل ال 1 هنا. 1 plus 2 equal what؟ ها equal 3 تمام.
يبقى كده بقى الرقم كام؟ ها يبقى الريزلت اللي عندي اللي طالعة هتبقى 30.08. تمام؟ يلا نحل رقم 2 مع بعض. رقم 2 هنا اهو الديجيتس، تعالوا نعد الديجيتس. هنا 93.4 وهنا 66.83. يلا نعد. هنا في 2 ديجيتس، في 2 رقمين، فانا محتاجه احط هنا 0 جنب ال 4 واكتب ايه بقى؟ 0 بلس 3 ايكوال 3، 4 بلس 8 ايكوال وات؟ ايكوال 12. هكتب ال 2 واخلي ال 1 معايا هنا فوق الرقم اوفر الرقم اللي ايه؟ اللي بعد البوينت، بعد العلامه. 1 بلس 3 ايكوال 4، 4 بلس 6 ايكوال ها 10، بس لازم احط البوينت اهو العلامه. وهنا في 1، 1 بلس 9 ايكوال 10، 10 بلس بلس 6 ايكوال 16. اهي يبقى الريزلت عندي ايه؟ 160.23. تمام كده خلصنا درسنا. استنوا بقى الفيديو الجاي عشان ما يطولش عليكم، استنوا حل تمارين الدرس الثاني من الوحده الثانيه. باي باي.